اكيد شرف كبير لي ان انا فرد من افراد القوات المسلحه، ان انا اخدم بلدي وان انا احمي بلدي واحمي الناس الشعب بتاعنا. شرف لي اكيد ان انا ابقى فرد من افراد القوات المسلحه. والله وانا سعيده جدا، الحمد لله ربنا كرم ابني وحقق حلمه ودخل الكليه اللي هو حاببها وحقق فيها انجاز و يعني وطلع الاول، والحمد لله ان هو هيتكرم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ده شرف ما بعده شرف، يعني الحمد لله. ده كان حلمه ومن صغره وعاوز يحققه، وانضم للقوات المسلحة وأنا سعيد إنه انضم للمؤسسة العسكرية، وده شرف لينا إنه حقق حلمه وتفوق وأول الكلية الجوية قسم طيران. وسعيد والفرحة يعني غمراني ان هو بيكرم السيد رئيس الجمهوريه. طبعا وشعور بالسعاده ممزوج بالفخر ان انا اكون من اول دفعه تتخرج من الاكاديميه العسكريه بمقرها الجديد العاصمه الاداريه، وطبعا هو حفل الجميع منتظره، وان شاء الله اتمنى من ربنا ان هو يوفقني وان انا اكون على قدر المسؤوليه فيما هو قادم ان شاء الله. وطبعا انا سعيد ان ربنا كرمها وطلعت من المتفوقين ولا الترتيب الاول، ودي سعيد حاجه تشرفني وشرف الاسره، وسعيد بها جدا وانها حققت امنيتها ورغبتها. وانا سعيد ان نالت شرف الخدمه في القوات المسلحه رغم انها بنت وحققت رغبتها، ويا ربنا يوفقها يا رب. انا فخوره بيها، بقولك يا داليا انت الحمد لله هديه من ربنا، فخوره بيكي، حققت حلمك، ربنا يوفقك، ويا رب دي تكون بدايه النجاح، وانت شطوره في كل المجالات واستمري وربنا يوفقك. الحمد لله انا مبسوط جدا وفخور جدا ان انا قدرت اوصل للمكانه دي، ان انا هطلع ان شاء الله اتكرم من الرئيس النهارده كالاول على الكليه الحربيه. يعني شعور رائع جدا جوايا، ويعني مش قادر اوصف احساسي ازاي ان انا قدرت اوصل لحاجه زي كده. والله فرحانه جدا وفخوره بيه، وشرف نفسه وشرفنا، وربنا يكرمه بالخير يا رب ويتكرم كده وهو مبسوط وفرحان يا رب، وانا فرحانه بيه جدا يعني وفخوره بيه، ربنا يسعده يا رب. والله الحمد لله، طبعا شعور لا يوصف، فرحان جدا طبعا الحمد لله، وشرف نفسه وشرفنا، وربنا يقويه يا رب على اللي جاي. طبعا هو شرف لكل طالب في الاكاديميه العسكريه او لكل شاب مصري ان هو ينضم للقوات المسلحه، خصوصا انك توصل انك تبقى الاول على كليه عسكريه اللي هي الكليه البحريه، ده بيكون تعب كبير، وفي النهاية بيكلل مجهودك انك تسلم على السيد القائد الاعلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده بيكون مجهود كبير، شعور طبعا بالفرحة كبير ان الواحد بيشوف ثمرة مجهوده قدامه. طبعا شرف ليا اللي انا اكون في المكان ده، شرف ليا ان انا اكون فرد من ضمن القوات المسلحة. النهارده كان امل ليا واتحقق ان ابني يطلع اول الكليه البحريه، ووعد هو وعده لي في اول يوم لي في الكليه الحربيه وهو داخل بوديه هناك، قال لي بابا ان شاء الله هطلع اول البحريه، واتحقق الامل وتشكر عادي الحمد لله. طبعا التكريم الرئيس ليه النهارده دوت، فده نوت لينا زي النوت اللي هيعلقه بالظبط كوالد ليه ووالدته. اتوجه بالشكر طبعا لسياده الفريق اشرف عطوه قائد القوات البحريه ومدير الكليه البحريه وهيئه تدريس الكليه البحريه على المجهود اللي عملوه مع الطلبه طول 4 سنين. شكر يا فندم. هو طبعا ما فيش اي كلمه تقدر توصف الشعور اللي انا حاساه النهارده، ربنا يحميه، انا بشكره على ان هو ادانا الفرصه دي ان هو يتقلد النوت من سياده الرئيس، فربنا يحميه ويحفظه ويحفظ سياده الرئيس لمصر ويحفظ جيش مصر. بقول له يا عادل انت وزمايلك مصر امانه بين ايديكم، فحافظوا لنا عليها، وإن شاء الله مصر تبقى قد الدنيا بإذن الله.